واخر الح علينا بعرض هذا السؤال. يعني يقول انا شاب في 17 من عمري احب فتاة تشعرني بعمين، مشكلتي ان احبها وهي تبادلني شعوري، ولكن اخوها صديق لي ولا يسمح لي ضميري بخيانته صديقي، ولا اريد ان يعلم بذلك ولكن اريد مقابلتها وهي تهوى بذلك، هل اغالبها ام احافظ على صديقي علما ان المقابله لا تتعدى السلام؟ فانا مختار او ضحي بصديقي ام بحبيبتي، ارحمونا ولكم هذه حالتي، افيدونا افادكم الله بمزيد من العلم والمعرفه. وفي النهايه تقول انه معذب في هذا ويتمنى ان تفيدوه. انه الح علينا. هذا يا ولدي خطر عظيم ولا ينبغي لك مثل هذا العمل. الواجب عليك اذا كنت تستطيع النكاح ان تطلبها من اوليائها، تطلبها من اوليائها اما الاجتماع بها ويزيدك شرا وفتنه وربما اهوى بكما الى وقوع الفاحشه، فلا يجوز هذا. بل اذا كنت راغبا فيها وهي راغبه فيه فاتي ذلك من الطريق الشرعي الى الطريق الشرعي، ولا تقربها ولا تحلو بها ولا تتكلم معها في التلفونات، ولكن اطلبها من وليها واطلبها من وليها، فان جاءت الحمد لله ولا اعطاك الله خيرا منها. ان كنت ربك ان يعطيك ما من فيه الخير والصلاح، ولا تحرق على هذه التي قد تجتمع بها من طريق من الشيطان يتحدث السيء، فصبر رجلك وذريتك لا حول ولا قوه الا بالله. وربما اقوى بك الى ناس مدعو عقباه من جلد وسوء حال وتغريب عن بلادك الى غير ذلك. المقصود ان الواجب على من اراد الوعظ سواء شابا او شيخا ان يخطبها من غير الشرعي، يخطبها من اوليائها، فان اجابوه الحمد لله، وان لم يجيبوا يسر الله له ويرى الى قدر اعطاه الله منه ان شاء الله بركه. وهكذا هي روايه احدا تكتب وتقول لاوليائها ان خطبت فلان او ان فلان يرى الوفيه، وتطلب منهم ان ينظروا في الامر من الطريق الشرعي، اما من طريق المغازلات او الحلوه المنكره هذا خطبه عظيم. نسال الله السلامه.